وللحديث مشاهدينا عن قرار البنك المركزي والذي سمح لشركات الصرافة باستقبال الحوالات للغايات التجارية، ينضم إلينا نائب محافظ البنك المركزي الأستاذ ماهر الشيخ حسن. أهلا وسهلا بك أستاذ ماهر. بداية، هل لك أن تطلعنا على الدوافع من ناحية التوقيت والغاية من هذه الخدمة الآن بالنسبة للصرافين وللمواطنين؟ أهلا وسهلا فيك وفي السادة المشاهدين. هذه الخطوة جاءت بعد الخطوة اللي اتخذها البنك المركزي الأسبوع الماضي بالسماح لشركات الصرافة بتقديم خدمة الحوالات. وإحنا نهجنا في البنك المركزي كان مستند بالدرجة الرئيسية على مراعاة الجوانب الاحترازية المتعلقة بالصحة. فكان القرار في الأسبوع الماضي السماح بتقديم الحوالات الأسرية، لأنه هاي أكبر حاجة فيها للمواطنين، خاصة اللي بتلقوا حوالات من الخارج أو اللي بدهم بيبعثوا لأولادهم حوالات اللي بيدرسوا بالخارج أو المقيمين في خارج المملكة. خلال الأسبوع الماضي قدرنا الحمد لله نقدم الخدمة لعدد كبير من المواطنين، خاصة أنه ترافق كمان مع نهاية الشهر. الآن مع انخفاض الضغط على محلات الصرافة صار بإمكاننا أنه نتوسع بتقديم الخدمة، بحيث أنه تقوم هاي الشركات بتقديم خدمات الحوالات التجارية سواء الصادرة والواردة، وهذا بيعزز قدرتنا كبلد على عملية التصدير وأيضا عملية بناء مخزون مناسب من السلع داخل المملكة. نعم، اسمح لي أستاذ ماهر يعني أن أتطرق للجانبين، الجانب الصحي من ناحية التعليمات والإجراءات، وأيضا الجانب التجاري الذي سيعزز أيضا هذا القطاع من خلال هذه الخدمة. لنبدأ بالتعليمات، هل سيصدر هناك أي تعليمات فيما يخص هذه الخدمة، وما الذي أصلا يعني ستختلف عن الإجراءات للحوالات من الأنواع الأخرى غير التجارية؟ الآن التعليمات الصحية اللي طبقت على الحوالات الأسرية ستستمر على الحوالات التجارية، وبحب هون أوجه شكر كبير للأجهزة الأمنية والقائمين أيضا على قطاع الصرافة والمواطنين اللي أبدوا وعي والتزام كبير وتعاون في تنظيم عملية تسليم وإرسال الحوالات الشخصية اللي تجاوزت ربما خلال الأسبوع الماضي أكثر من 80 ألف حوالة صادرة وواردة. فنفس الإجراءات فيما يتعلق بالتعقيم بلبس الكمامات وكل الإجراءات المناسبة ستكون أيضا مطبقة فيما يتعلق بالحوالات التجارية. وإحنا نهجنا أنه أولا مراعاة الجانب الصحي وأيضا تلبية الحاجات الضرورية خلال هذه المرحلة. نعم، ماذا أيضا عن القطاع التجاري؟ برأيك هذه الخدمة من الحوالات التجارية كيف أيضا يكون لها أثر إيجابي على الحركة التجارية، إن كان من ناحية نقدية أو حتى من ناحية تحريك عجلة الاقتصاد؟ بالتأكيد سيكون لها تأثير مهم، لأنه كثير من تجارنا اليوم هم لسنوات طويلة متعودين على تمويل تجارتهم من خلال قطاع الصرافة، يعني ليست كل عمليات التجارية بتتم من خلال فتح اعتمادات لدى الجهاز المصرفي، كثير من هذه العمليات تعتمد على التصدير ومن ثم استلام مبلغ البضاعة المصدرة من خلال حوالة ترسل لشركة الصرافة أو العكس في حالة عملية الاستيراد. فهذا إلى حد كبير بيرجع القطاع التجاري إلى طريقة التعامل اللي كانوا معتادين عليها قبل أزمة كورونا. نعم، فيما يخص يعني بما أنه تحدثنا عن القطاع التجاري وأيضا الصناعي، البنك المركزي كان له عدة إجراءات لتحفيز هذه القطاعات، إن كان من ناحية يعني دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال القروض، تخفيض الفائدة، وأيضا البرامج التي كان لها سقف جيد من التمويل. من هي الشركات التي يعني استفادت من هذه البرامج؟ هل كان هناك إقبال؟ كيف ترى الحركة في هذا الموضوع؟ هذه البرامج مهمة جدا، لأنه بهمنا إحنا بالدرجة الرئيسية في البنك المركزي أن نحافظ على شركاتنا القائمة بحيث أنها تستمر في عملها وأيضا تحافظ على العاملين لديها. والبرامج اللي أطلقها البنك المركزي بتهدف أنه تمولهم لنشاطهم رأس المال العامل بما في ذلك الرواتب. وأيضا عملنا تعديل على البرامج القائمة اللي تخدم الشركات الكبيرة، بحيث أنه اليوم بإمكانها تستخدم الموارد اللي بيوفرها البنك المركزي من خلال القروض الميسرة لأغراض رأس المال العامل والتوظيف. حسب المعلومات اللي وردت إلنا من القطاع المصرفي، حجم الطلب كبير جدا، حتى بعض البنوك كانت تسأل أنه
هل في فرصة في حال استنفذنا المخصصات لنا لهذه القروض أنه نزيد حجم هذه القروض؟ فنتوقع إن شاء الله خلال الأسبوع القادم أنه يبدأ الشركات بالحصول على هذه القروض، وهنالك عشرات أو مئات الطلبات اللي قدمت للبنوك، وهذا بدل على أنه هذا البرنامج بيخدم شريحة واسعة من الشركات، خاصة أنه بفائدة متدنية بشروط ميسرة بفترة سماح تمتد لسنة، وأيضا بتمكن هذه الشركات أنه تدفع رواتب العاملين لديها. نعم، نائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ حسن، شكرا جزيلا لك.